اولا سي القارح طرح مايت بعض الاشاعات التي تصدر. انا يعني من يتحمل المسؤوليه ديال السبير الشان العام عليه ان ينتظر مثل هذه الامور. لكن ما يتعلق ب اقصد هنا الاشاعات ديال الحادثه السير المرتبطه التي ادت الى وفاه دركي رحمه الله عليه. نسال الله عز وجل لاهله الصبر والسلوان وله المغفره والرحمه، والتي يعني نسبت او في بعض الصفحات نسبت زورا وكذبا وافتراء لاحد افراد العائله، رغم ان الابن الوحيد لاحدى شقيقتي موجود، هو مازال طفل في التعليم في الابتدائي، ولهذا نشرت تكذيبا. وكنشكر الجميع الذي تفاعل معه وعمل على بثه من اجل تصحيح هذا الامر. هذا فيما يتعلق بالسؤال حول هذا الموضوع.